عمرو جمال احد نجوم النادي الاهلي. عمرو، مساء الفل عليك. مساء الفل يا أمير، أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا طبعا مشاهدين قناة النادي الأهلي. عمرو طبعا وحشتنا اكيد، وحشت كل جمهور النادي الاهلي. لاعب مهم جدا، حرزت العديد من البطولات مع الفريق، لكن الجمهور دايما عايز يطمن على الموقف الخاص بعمرو جمال وامكانيه استمراره مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، ولا هيكون في اعاره اخرى، ولا الامور ماشيه ازاي يا عمرو؟ طمنا. والله يا أمير الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير، طبعا الموقف اتغير كذا مرة لأن كان مثلا حاجة زي رحيل وليد أظن كان هيبقى الموضوع طبعا إن في القايمة كمان ظروف إن وليد ماشي كويس وبيكسب ثقة الكاس الفني طبعا والجمهور فاهم، تمام. فكان الموضوع يعني كان هيبقى مختلف، لكن دلوقتي الامور اعتقد ان هي هي يعني يعني احنا دلوقتي 4 5 مهاجمين في الفرقه فاهم. اي نعم الاهلي هيمر بموسم وسيزون كبير السنه دي، هيبقى في عدد ماتشات كتير، لكن طبعا انا ما حبيتش اخوض في الكلام ده، انا سبت النادي هو اللي يعني يتكلم معايا، ما رضيتش اخد القرار الاول للنادي. يمكن كانت انا مثلا رغبتي ان انا برضه اكمل في الاعاره بعد ما عرفت ان يعني برضه في عدد مهاجمين كتير، فكانت رغبه مني ان انا اكمل، بس ما رضيتش اتكلم فيها الا لما النادي يتكلموا. وقعدنا احنا اتكلمنا في كتاب من اللي فات مع النادي، والنادي يعني ادى مرونه في كل ان هو ان انا جدد اعارتي الموسم الجديد، وانا طبعا رحبت وما عنديش اي مشكله. انت عارف انا يعني انا واحد من قبل يعني من البيت بتاعي هنا في طبعا النادي الاهلي، وما طبعا. عنديش اي مشكله طبعا، والحمد لله لي تاريخ كبير مع نادي في سن صغير الحمد لله، وما فيش اي مشكله عندي خالص. لكن انا الفتره الجايه ملتزم بالتمرين لان انا في انتظار وصول عرض مناسب ليا ان شاء الله، ومش هتسرع طبعا لان الخطوه دي والسنه دي هتبقى فرق مهمة. كتير معايا انا في معايا انا شخصيا، فانا هبقى يعني هاخد وقت جدا. يعني يمكن الوقت في مصر هنا الناس استغربت ان الكل هيقفل كمان 10 ايام في مصر، لكن اعتقد ان انا عندي وقت كافي لسه قدامي فتره ان افكر ان شاء الله واشوف ايه الدنيا اللي قدامي وايه احسن الحلول اللي قدامي، عشان الخطوه دي مش عايزه تتسرع يعني. طيب عمرو، يعني في حالة الاستقرار على خروج عمرو جمال لإعارة، الاستقرار ما بينك وما بين الجهاز الفني ان انت مثلا تخرج إعارة الفترة الجاية، الاتجاه الافضل بالنسبة لك، هل بتفضل ان انت تكون متواجد في احد دول الخليج مثلا؟ بتفضل ان انت تكون متواجد في فرق متواجدة في افريقيا؟ ممكن يكون في فرصة ان انت تروح فريق في مصر؟ هل في ايضا عروض في بعض الدوريات الاوروبية ولا لا؟ الاتجاه اللي انت بتفضله هيكون ايه؟ والله يا أمير طبعا يعني دلوقتي الكلام اختلف طبعا، بس أنا كنت قاعد يعني اتكلمت مع وكالتي كريستينا في الموضوع. تمام. طبعا يمكن كريستينا بس هي بتفضل إن شايفة إن إحنا لسه عندنا فرص في أوروبا، والسنة دي هتبقى غير السنة الجاية في حتة أوروبا، فده اللي إحنا اللي شغالين عليه. لكن أنا مش قافل الباب، يعني البيبان كلها مفتوحة في الخليج، أو كمان يعني باحترام الناس كتير بتتكلم جايه، فانا مش هبقى سريع بس في اتخاذ القرار، بس يعني انا قدامي فتره كافيه تمام. ان انا افكر كويس، والسيزون لسه ما بداش في اماكن كتير جدا وبتاع، واشوف يعني انا اشوف ايه المناسب اللي هيبقى الافضل ليا في الفتره الجايه، وهو ده يعني هبتدي اروح له يعني. واكيد الاداره عندي هنا بدل ما هم مسهلين السنه دي يبقى في ترحيم ما بين الطرفين في حته الاعاره، اكيد هيبقى في تسهيل من التسهيل من النادي الاهلي، واكيد ان النادي الاهلي هيبقى يعني رقم واحد عنده مصلحه اللاعب، وده دايما عشان انا مش حد جيت من النادي الاهلي من سنه ولا من سنتين، لا بالظبط. انا ليا 12 سنه في النادي الاهلي وعملت حاجات كتير في جدا النادي. جدا اكيد يا عمرو، تحققت بطولات مهمه جدا مع النادي الاهلي واهداف. انت جايب كام هدف يا عمرو مع الحمد الاهلي؟ لله يعني. ما اعرفش والله يا امير، يعني انا كنت قربت قبل ما امشي ان انا ادخل 50 جول الحمد لله في طب افريقيا، ده عدد يعني ممتاز كتير يعني. جدا انا جايب فوق وجايب في بطولات وجايب يعني الحمد لله ما فيش مجموعة شباب كتير جابوا في النهائيات اللي انا جبت فيها، انا جبت بالظبط. يعتبر في اهم النهائيات وفي بطولات كتير الحمد لله كنت من هدافها يعني، فما عنديش اي مشاكل خالص، وده يعني احترام المتبادل بيني وبين النادي ما فيش اي حاجه، لكن كل الفتره الجايه عايزه بس اني مني عشان اوصل للعرض المناسب باذن الله. طيب عمرو، عايز اسالك عن تقييمك لتجربه الاحتراف اللي كانت سواء في جنوب افريقيا او فنلندا، انت يعني شايفها ازاي وتقييمك ليها ايه؟
والله ميري انا بتاع الفتره طبعا بتاعه جنوب افريقيا كانت مميزه الحمد لله، لعبت في كاسين ولعبت في الدوري، جبت مجموع كل الماتشات، جبت 8 اجوان، مع ان الفرقه بتاعتي كانت في يعني خدت دروب في السنه دي، كان السنه فاتت كانت كسبانه دوري وكانت في الدوري وفي دوري ابطال وكده، لكن يمكن باعوا لعيبه كتير وجابوا اكتر من نص فرقه جديده، فده عمل ما كانش عامل انسجام كويس، بس الحمد لله انا كنت واخد خدت معاهم الكاس وكنت هداف الكاس وجبت معاهم 8 جوان وجبت عدد جوان كويس معاهم في مش عارف 15 ماتش لعبت اساسي. تمام. بعد كده طبعا كان جاي العرض في شهر واحد، اتكلمت مع الاداره هناك وبتاع، الناس فهمت ادارات ان انا تفكيري في انانيه شويه وبتاع مش ماشيه كويس وانا عايز اروح فرقه احسن عشان كاس العالم، وحصل يعني لخبطه في وجهات النظر ولقينا انا مبتدا المدرب بيحطني بقى بعيد عن حساباته وبيقول ان يعني ما كنتش مركز مع الفرقه في الفتره دي، والكلام ده كان يعني لغايه شهر 3، وكان وقت خلاص فاضل يعني شهر او شهرين على كاس العالم، فرجعت للنادي وقلت لهم ان انا ممكن ان احنا نفتح على الفتره دي، لان انا الفتره دي شايف ان المدرب ما عندوش اتجاه يعني، وده بيورد في الكوره طبعا. بيحصل عشان خاطر وجهات النظر ما بينه وبينه، لكن الموضوع ما كانش كوره، اللي ما كنتش هناك توجت باحسن لعيب هناك في التورمنت الاولاني بالظبط كله بالظبط. اه ايوه الحمد لله فاهم، وانت هناك الدوري قوي جدا والمستوى في جنوب افريقيا عالي جدا، وانا كنت وصلت الفورم عالي جدا، قعدت طبعا رجعت هنا النادي، وعقبال طبعا يعني طبعا كان في الفتره دي ما فيش غير فنلندا زي ما حصل مع عبد الله السعيد بالظبط بالظبط. قدامي، ان انا ما كانش في عندي اوبشنز اصلا يعني، ويعني الدوري هناك بدا 15 4، فعقبال ما دخلت فرقه يعني كان الراجل اختار، مضيت على عقد 3 شهور طبعا، كان الراجل طبعا ما جبتش جون كتير، يمكن جبت جونين بس معاهم وما لعبتش في مركز كتير، بس لان انا كنت جديد وهم كانوا لهم شهرين بس في البري سيزون اللي هو في البري سيزون بتاعهم، تمام. فانا ما كانش قدامي يعني، كانت هي حاجه قبل كاس العالم، والناس هناك كانوا محترمين جدا وبيلعبوا كوره كويسه جدا، واستفدت من خبرات كتير قوي من التجربه، وديني موجود والحمد لله يعني، انا شايف ان انا بس هي نص موسم الاخراني ده اللي حصل فيه التروب ده بالظبط. يمكن، لكن الحمد لله واقف على رجلي ما عنديش اي مشاكل شايف يعني. شايف ان انت ال شايف ان التجربه في فنلندا بالتحديد اثرت على انضمام عمرو جمال للمنتخب في كاس العالم، وهي بطوله اكيد كانت مهمه، وانت اكيد كمان كنت بتتمنى ان انت تبقى موجود في كاس العالم، وخصوصا ان في التوقيت ده كان في اقتناع كبير جدا، او على مدار السنوات الماضيه كان في اقتناع كبير جدا من مستر هيكتور كوبر والجهاز المعاون لمنتخب مصر بامكانيات عمرو جمال. أمير أنا لعبت مع المنتخب كل الماتشات التصفيات، في ناس راحت المنتخب ما كانش ليها يعني ما كانتش موجودة في التصفيات، لكن أنا لعبت التصفيات وكنت سبب رئيسي، لكن مع ذلك احترمت قرار جهاز المنتخب، ما إن أنا كنت قبل القائمة بيوم أو بيومين يعني، كان وصل لي تأكيدات إن أنا موجود في المعسكر واستجيت لحد قبل القائمة بيومين كان عندك تأكيدات إن أنت يعني موجود. لكن القعدة الأخيرة بتاعت الراجل شاف إن هو الفترة فاتت أنا ذهنيا وأكيد اتأثر، هو كان وجهة نظره إن أنا أكيد متأثر ذهنيا وبدنيا باللي حصل معايا، وخصوصا إن الراجل كان بيختار القايمة وأنا الدوري كان اتلعب عندي 3 ماتشات بيه فقط لا غير، وأنا لعبت في ماتش أو ماتشين في الدول، فهو كان شايف كده يعني، وأنا احترمت كده، وأنا أنت عارف أنا قلت أنا الحمد لله عملت المشوار الأهم، إن أنا وصلت للمنتخب طول 10 ماتشات كان فيها ضغط كبير طبعا. وبلعب في مصر وبلعب في أفريقيا في أماكن صعبة جدا، ومتحملين ضغط منتخب ما راحش 28 سنة كأس عالم، والحمد لله كنت قد الضغط ده بمجهودي وبالالتزام والخطط اللي كان بيحطه، كنت بنسمع انتقادات كتير قوي، لكن أنا كان الالتزام وكل حاجه اللي كانت بتتقرر الحمد لله كنا بناخد 100% وقمت دوري 100% بنجاح يعني، في ناس تانية كملت ده الموجود في المنتخب، لان ده منتخب مش نادي، وانا ما طبعا يعني ما كنتش مستوعب ان انا مبقاش في كاس عالم، خلاص يعني ده موضوع، واللي جاي هو الحمد لله لسه فاضل 2 كاس عالم، فما عنديش مشكله، ما عنديش يعني اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. ان شاء الله. طب عمرو، يعني رؤيتك لمستوى منتخب مصر في كاس العالم بالتحديد ايه؟ هل الاسباب اللي ادت ان المنتخب ما يأديش بالشكل المتوقع من قبل الجمهور المصري كان مثلا اسباب تتعلق بالناحيه الفنيه، ولا شايف ان كان في ظلم لبعض اللعيبه في اختيارات القائمه الخاصه بمنتخب مصر في كاس العالم؟ والله يا امير بيني وبينك انا يعني شهادتي مجروحه في الموضوع ده جدا طبعا، كل اللعيبه اصحابي وكل التقدير للعيبه اللي راحت في الفن،
لكن يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن نتكلم عليها إن إحنا ما يعني كان ده يعني إحنا طبعا كان نفسنا إن إحنا نعمل حاجة متشرفة، لكن يمكن الناس برضو ناسية إن إحنا ما عندناش حتة الخبرة بتاعة كأس العالم لسه. إحنا يعني خدناها سنة سنة، رحنا أفريقيا كان لنا فاسي ما رحناش، ثلاث بطولات ما رحناش، وصلنا كأس العالم بعد 20 سنة. يعني الخبرات بتتاخد من الموقف ده، لو ربنا كرمه وهنحارب عشان نوصل لكاس العالم الجاي هيبقى الشكل مختلف، هيبقى الرهبه حاجات كتير يا امير لها علاقه بالكوره. لكن طبعا الحاجات الفنيه وبتاعه اللعيبه والاختيارات دي انا ماليش فيها لان انا شد دماغي بروح فيها جدا. طيب عمرو، فرصه وانت معايا نتكلم عن مسيره النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت احد اللاعبين اللي حققوا بطولات افريقيه كتير مع النادي الاهلي، وكنت يعني عنصر اساسي في تحقيق هذه البطولات، واكيد مباراه السوبر الافريقي امام الصفاقسي كل جمهور النادي الاهلي فاكر لك فيها الهدفين اللي انت احرزتهم وساهموا بشكل كبير في فوز النادي الاهلي في هذه البطوله. مش البطوله دي بس، لكن المسيره بتاعت النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم شايفها ازاي، وخصوصا بعد غياب البطوله لمده 5 سنين عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت؟ والله يعني اخر فتره الحمد لله كانت فاتت وصلنا نهائي، مع اننا قابلنا اقوى الفرق في البطوله. يعني ساعات ماتشات البطوله والقرعه بتاعت البطوله تخدمني في تخدم الفرقه في حته النهايه، لكن الاهلي واجه مضبات كتير السنه اللي فاتت من اول دور الاثنين متتالين لما قابلنا بيت بيس، يعني كانت فرقه قويه جدا، وبعدين قابلنا اخذنا في مجموعه فيها الوداد وفيها القطن الكاميروني، وبعدين دخلنا في مجموعه دخلنا لعبنا الترجي ولعبنا نجم الساحلي ولعبنا ده، فيعني كانت يعني بطوله كانت قويه وصعبه عشان احنا محتاجين الدفعه المعنويه دي باذن الله. اخيرا منك رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي، سواء هتكمل او هتستمر مع النادي الاهلي الفتره الجايه او حتى لو هتخرج اعاره. سامعني يا عمرو؟ طبعا انا جمهور الاهلي، يعني انت عارف ان انا واحد من قبل ما ولاعيب من لعيبه الاهلي، والحمد لله الحمد لله الجمهور عارف ان الحمد لله على مدار السنين كلها اللي فاتت دي ما دخلتش بنقطه عاره على بتاع النادي الحمد لله، والحمد لله مواقف كتير يمكن كان بيبقى في فترات الواحد بيبعد واحد بيلعب وحد بيرجع للمستوى، وده طبيعي في الكوره. لكن الحمد لله كنت ادي كتير في النادي الاهلي، وكنت لاخر لحظه كنت مهاجم منتخب مصر وانا موجود في النادي الاهلي الحمد لله، وما فيش اي مشاكل. لو تعالى لينا عرض طبعا، ولو موضوع احتراف انا عارف ان جمهور الاهلي دايما بيبقى في ظهري، وانا الحمد لله يعني في اخر لحظه انا سبت القرار في النادي، والنادي كان في رغبه متبادله عشان القايمه، وانا كنت بعمل اللي النادي عايزه، ما عنديش اي مشاكل لان انا برضو واحد من البيت زي ما انا قلت لك. اكيد. وبتمنى ان شاء الله التوفيق لهم لو يعني ويبقوا في ظهر الفرقه على طول ان شاء الله. وطبعا يعني انا مش غريب عليهم ولينا عوده باذن الله. ان شاء الله يا عمرو، بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل خلال المرحله المقبله سواء هتكون متواجد او هتكمل مسيرتك مع النادي الاهلي او حتى لو متواجد في احد الانديه الخارجيه، ان شاء الله نتمنى لعمرو جمال كل التوفيق، احد نجوم النادي الاهلي وساهم بشكل كبير.